يوم جديد ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل حضراتكم. صباح الخيرات واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. واعتقد كده ان اغلبنا ده ما كانش كلنا، والكلام ده مش بس على المصريين، المصريين والعرب كلنا كنا نايمين مبسوطين وصحيين مبسوطين بانجازات واللي عمله فخر العرب اللي مسيطنا في المحافل الدوليه محمد صلاح في مباراه الامس، ولا ايه يا ست الكل؟ انا بتفق معاك جدا. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على حضراتكم جميعا، وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. وزي ما كريم كان بيتكلم، يعني امبارح كان في حاله من الفخر، وكمان على فكره الصحف الانجليزيه تحديدا تحدثت عن محمد صلاح امبارح، وكان في ناس بتقول لك هو في احسن من محمد صلاح، ده كان منشط نازل في بعض الصحف الانجليزيه، وده سؤال مشروع جدا، واجابته اعتقد لا، مفيش حد زي محمد صلاح، لانه متميز جدا. مش فكره ان هو لاعب محبوب او هو لاعب لي يعني ستايل مختلف، لا، هو ما شاء الله عليه فعلا حاجه رائعه جدا في الملاعب، حاجه كده لو راهنت عليها دايما هتكون كسبان. فهنتكلم في كل التفاصيل دي، لان احنا معانا فقره كامله مع الاستاذ ايمن جلبرتو، هنتكلم عن الكره العالميه تحديدا والدوري الانجليزي وغيره. والفقره الاولى هتبقى فقره محترمه جدا، لان هنتكلم فيها عن محترفي الكاراتيه بس يا كريم من المكفوفين. فاحنا دايما بنتكلم ان مفيش حاجه اسمها يعني صعوبه، مفيش حاجه اسمها مستحيل، الا لو انت قررت ان انت مش قادر. يعني وانس ان البني ادم، او في اللحظه يا كريم البني ادم هو اللي بيقرر ان هو مش هيقدر يعمل كذا او مش هيقدر يوصل لحلمه، هي دي فعلا بتكون ساعتها الحاجه مستحيله. لكن غير كده مفيش حاجه اسمها مستحيله، طالما انت عندك هدف اشتغل عليه هتوصل له. فاحنا هنتعلم من الناس دي، وهنتعلم في الفقره دي ازاي قدروا ان هم رغم صعوبات بدنيه للاسف ليس لهم يد فيها، لكن قدروا ان هم يوصلوا بكل عزم ل يعني احلامهم. فدي حاجه اعتقد هتبقى فقره انسانيه محترمه. كلمه هنتعلم في محلها مليون في الميه، بس يعني اتمنى نتعلم فعلا، علنا نتعظ، لان للاسف كلمه مستحيل ان هواند بتقول عليها، يمكن احنا الناس العاديه الاسوياء هم اللي بيقفوا دايما عندها، وهم اللي يعني الكلمه دي بتشكل لهم عراقيل، وفي اغلب الاحيان مش بيعرفوا يتحدوها ولا يعدوها. لكن سبحانك يا رب، دايما اصحاب الهمم تلاقي الكلمه دي مش موجوده في قاموسهم اساسا، وعرفوا يحولوا فعلا بالمعنى الحرفي للكلمه. محنه كبيره جدا اغلبنا ده ما كانش كلنا ما يقدرش يستحملها، حولوها لمنحه، ومش بس عاشوا بيها، دول تحولوا الى ابطال في رياضات مختلفه. فطبعا اكيد هتبقى فقره يعني ان شاء الله تسعدوا حضراتكم بيها، هيكون يعني هتكون نهواند مع حضراتكم ان شاء الله، هتكون فقره محترمه جدا جدا جدا.